مستمرين معاكم مستمعين إذاعة مكس اف ام في برنامج غرفة 11 معكم ريما عبدالله وزميلي ثامر الحميد. طبعا قبل شوية سامر ذكرت أن المباريات إن شاء الله الجاية في دوري 16 دوري أبطال آسيا 2012 إن شاء الله الأهلي بيلعب مع الجزيرة الإماراتي يوم الثلاث وحيكون في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والاتحاد بيلعب مع بيروزي الإيراني في مدينة جدة في استاد الأمير عبد الله الفيصل، والهلال مع بني ياس الإماراتي كمان بيكون إن شاء الله في السعودية في الرياض في استاد الأمير فيصل بن فهد. ريما في كثير جاتني التعليقات على موضوع بطولة السوبر، محمد العجمي يقول كيف يتم اتخاذ قرار من مجلس مستقيل بعد استقالته، يقول خذ هذه مني بعد على أبو أصيل يقصد أحمد صادق دياب، يقول كان يقول رغبة جماهيرية. هنا في محمد الحربي يقول أن عرفوا أن الأهلي هو البطل قالوا طيب أوكي. في هنا بكل بساطة الهلال مطرف النهائي، يعني هذه في إبراهيم البابطين أبو متعب مش على الشريدة كلها طلال، عندك محمد حبليل كلهم وصلت رسائلهم. عموما الموضوع أرجع وأقول أكبر من أنه موضوع أنه مثلا عشان يعني أتوقع لو وصلنا لهالمرحلة أنه عشان والله نادي ما هو موجود أو ما أخذ الدوري أو كأس الملك أنه يلعب نادي ثاني، هذا موضوع مختلف تماما، وإن شاء الله أنها ما تكون بهالشكل أنها تكون شيء أكبر يعني أفضل لهم. عموما ينضم لنا الآن الأستاذ عبد الرحمن النمر كاتب الصحفي في جريدة الرياضية. حياك الله عبد الرحمن. هلا استاذ عامر، احب احييك واحب احيي الاخت ريما. يا هلا فيك استاذ عامر والمستمعين الكرام والمستمعات. قبل ما ابدا معك في موضوع دوري ابطال اسيا، أتكلم على موضوع بطولة السوبر أو المباراة السوبر هذه اللي اليوم صارت خيرية وطلعت أمس وفكرتها موجودة من النسخة الثانية من كأس الملك للأبطال، وش اللي تقراه يا عبد الرحمن؟ أول شيء خلنا نبدأ في هذا أول شيء هذا مقترح والمقترح عشان أكون واضح للمستمعين الكرام، المقترح هذا مقدم من الأستاذ إبراهيم الربدي للاتحاد القدم كمقترح إنه يعني نقيم هالبطولة. عرضت هذه زي اسمها اتحاد القدم، فاتحاد القدم موافقة. بس عبد الرحمن عفوا للمقاطعة، بس اليوم أحمد صادق دياب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي يقول إنه الفكرة أصلا كانت من الأمير نواف بن فيصل. أنا بديك في الموضوع. طيب تفضل. بديك أنا في الموضوع. أنا قلت فكرة إنها تناقش، مش فكرة إنها جديدة. أوكي، إن هالفكرة هذه الفكرة كانت من زمان عميل رئيس العام عشان فيصل سابقا، لكن الاتحاد الحالي أحيا هذه الفكرة، كانت مفترض تقام. ليش؟ في الموسم عفوا. ليش الاتحاد الحالي الاتحاد المؤقت بين قوسين ليش الآن؟ الآن لأنه شوف اتحاد جديد. ما هو جديد يا عبد الرحمن، مؤقت. أنا معك، بس ترى فكرة إحنا بنقول مؤقت معناه إنه رسمي معترف فيه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. معترف فيه ثلاثة شهور فقط. أساس أوضح لأنه في واحد رد علي أمس في تويتر وقال أن أحمد صادق دياب يقول غير صحيح أنه مثلا أنه الآن الاتحاد السعودي يستأنس برأي الفيفا للتمديد، يقول لا لأنه معترف فيه من الفيفا. صحيح ومعترف فيه من الفيفا لكن ثلاثة أشهر فقط اللي هو المؤقت، ثلاثة المدة هذه قبل الانتخابات، لكن أنه موسم جديد هذا مو معترف فيه حتى الآن من الفيفا. طبعا بجيك بعطيك الاتحاد الإماراتي كان ثلاثة شهور صح ولا لا، وبعدين مدد أيضا بموافقة اللجنة التنفيذية، اللجنة التنفيذية في الإمارات. إيه نعم، وافق على تمديدها سنو كان عملية انتخابات. ففي المسألة يظل هذا الاتحاد قانوني، لكن متى يكون ليس قانونا؟ حينما يكون هناك خلاف داخل اللي هو أعضاء الاتحاد المنتخبين، كما حدث الاتحاد الكويتي وتدخل الاتحاد الدولي في هذه الحالة، هذا يكون غير معترف به. لكن ما دام أمور الاتحاد ماشية على حسب الطريقة اللي هو الاتحاد الدولي يظل الاتحاد معترف به. وأنا على فكرة أنا سألت وأرسلت خطاب الاتحاد الدولي أيضا كأستعنس بالعراء. أوكي، فظل الاتحاد معترف به، يعني ما في عليه أي خلاف بالمعلومية بس. طيب اي تفضل ابو سعود. لذلك احنا نتعامل مع انه كاتحاد معترف فيه واتحاد قائم باعماله واتحاد قراراته
تم تثبيتها يعني الشخصيات او اللجنه او الرئاسه المؤقته للاتحاد كره القدم يكون في استمراريه لها. نعم اكريم انا بقول شيء واحد عليهم اخوي ثامر. الاتحاد الحالي الان هو يقترح ويدرس ويوافق في الفتره الحاليه. هل لكن هل اذا استمر الاتحاد الحالي برئاسه احمد عيد اوكي، وعلى فكره احمد عيد حيصل بكره من اوروبا حاليا في اوروبا، وهناك ايضا اتصالات مع تنزيل يعني زياده العلاقات بين الاتحاد السعودي والاتحاد الاوروبي هو 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 شوف يا عبد الرحمن، انا بس عشان اوصل صوره حتى المستمعين، احنا ما احنا في 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 وضع ان احنا مثلا نقول انه والله هو الاتحاد شرعي او غير شرعي، لانه هو الان مكلف لمده 3 شهور. لكن انت ما تشوف انها غريبه؟ لا لا مده 3 شهور حتى الان لم يتم التمديد، صح ولا لا؟ انا بس هو مده لنهايه الموسم، مفترض نهايه الموسم الموسم القادم. اي نعم مدة السنه الجايه، السنه الجايه هو الانتخابات حتى لا لم تحدد. لا لا, لا انا اتكلم على ثلاثة شهور اللي المفروض تكون. الى الان ما طلع قرار رسمي بالتمديد. هو كان في طبعا في رغبه في التمديد، لكن الى الان ما جاء شيء رسمي بالتمديد. هذه اللي حاب اقولها. بكسر سؤال انا، تفضل. خليك خليك الصحفي الان في الحاله هذه، هل هناك قرار صدر وقال انه 3 شهور؟ هاي 3 شهور من يوم اتحاد القدم، ولا في قرار رسمي يقول بعد أنه مدد لها لنهاية الموسم القادم؟ أيوة ما في قرار. مثل عبد الله سهالي، عبد الرحمن عبد الله سهالي لمين العام المكلف؟ من متى هو مكلف؟ سنة ونص، من يوم ما أقيل فيصل عبد الهادي. يا أنكم ترسمونه يا أنكم تجيبون واحد ثاني، لكم خلينا كذا مكلف إلى متى إن شاء الله؟ أوكي عبد الله سهالي للمعلومية هو مدير عام إدارة بيوت الشباب بالمملكة العربية السعودية. أتكلم على الأمين العام المكلف هو الآن، ما عليه من مناصب ثانية، إن شاء الله يستقل منها عشان يتفرغ. نعم، فتمد وهو كان نائب الأمين العام للاتحاد صغير فيصل عبد الهادي، فلما راح لفيصل عبد الهادي تم تكليفه بإدارة الاتحاد. يعني لماذا هو؟ لأنه قالوا خلاص يعني هو أمين الاتحاد، لأنه هو ابن الاتحاد، ابن الهيئة العامة للشباب. طيب معلش عبد الرحمن، ريما عندها بس بتتكلم عن مباريات بكره لانه ما بقى عندنا شيء. مباراه الجزيره والاهلي ان شاء الله بتكون بكره، فطبعا كمان في بعد بكره مباراه الاتحاد مع بيروزي الايراني ومباراه الهلال مع بنياس. كيف تشوف المباراه؟ يعني ايش توقعاتك لها المباراه؟ اوكي انا اقول لك يا اخت ريما الله يسلمك، المباراه هذه كلها لا تقبل قصد على 2، لا بد من هناك فائز. نجي بخصائص ينضيق الوقت عندكم. لو جيت الفريق اللي هي على سبيل المثال وقد يراها الآخرون أنها هي الأضعف، لكن في نبذة شخصية هي الأقوى لسبب واحد. أسب بنياس هو فريق متكامل، فريق يعتمد على الكرة الجماعية، فريق طموح يسعى لتحقيق ما حققه السد القطري. الهلال في الجانب الآخر، الهلال يعتمد على الكرة، يعتمد على اللعبة الانفرادية صح التعبير أو غير الجماعية صح التعبير فيها. فريق يلعب تحت ضغوطات، لابد أن يتجاوز هذه المباراة. يعني وضع الهلال أصعب من وضع بنياس. طب أستاذ عبد الرحمن معلش عذر على المقاطعة، مين تتوقع الأقرب للتأهل من الثلاثة؟ عندنا؟ أي صدقين كلهم متأهلين، كلهم أنا هذا فقط رأيي الشخصي أنهم كلهم إن شاء الله بإذن الله أنهم متأهلين للمرحلة الثانية، لكن تظل أتاهم بالملعب هو اللي يحكمهم. إن شاء الله يا رب أكيد. شكرا يا عبد الرحمن، معلش يبغى لنا وقت أطول ها؟ معليش معليش ان شاء الله بيكون وقت اوسع ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا لك ولك. شكرا لك ريما، ما بك عندنا وقت. ايوه دهمنا الوقت. يعطيك العافيه ثامر، وتصبحون على خير مستمعينا، وبكره ان شاء الله لا تنسونا في برنامج الجوله من الساعه 6 ل 7 وبرنامج غرفه 11 من الساعه 10 للساعه 10 ونص مساء.